التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حافظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصغير أخاف فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة بمناسبة مشاركته في أعمال القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين حيث عبر فخامته عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على دعوته الكريمة له للمشاركة في القمة ورحب صاحب الجلالة بفخامه الرئيس العراقي واستعرض معه مختلف جوانب العلاقات الاخويه الوطيده وفرص تنميه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل دعمه وتعزيزه في مختلف المجالات لما فيه مصالحهما المتبادله وبما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين اضافه الى تبادل وجهات النظر بشان عدد من القضايا الاقليميه والدوليه موضع الاهتمام المشترك واعرب جلاله الملك المعظم وفخامه الرئيس العراقي عن تمنياتهما الخالصة بنجاح القمة العربية وخروجها بقرارات تسهم في تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك لمواجهة مختلف التحديات بما يحفظ مصالح الأمة العربية ويلبي تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار والسلام هذا واكد جلالته على موقف مملكه البحرين الداعم لكل ما يحقق مصلحه الشعب العراقي الشقيق ومساندتها لوحده العراق وسيادته وازدهاره وتقدمه وقد اعرب فخامه الرئيس العراقي عن تقديره وامتنانه لحضره صاحب الجلاله على كرم الضيافه وحسن الاستقبال مؤكدا حرص بلاده على تنميه علاقاتها الطيبه مع مملكه البحرين وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين مشيدا بالترتيبات الممتازه والتنظيم المميز والجهود الكبيره التي بذلتها المملكه لانجاح القمه العربيه متمنيا للبحرين وشعبها العزيز دوام التقدم والرقي تحت القياده الحكيمه لجلاله الملك المعظم